شقيقة ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها ليس كما قيل. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. كشفت رانيا عمر شقيقة الإعلامية ريهام سعيد حقيقة مرضها، مؤكدة أن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة المنتشرة عنها في منشور كتبته عبر حسابها على فيسبوك. أوضحت أن ريهام سعيد مصابة بميكروب شديد في الأنف من الداخل والقلق من أن يصل إلى العين والمخ، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية وتتلقى علاجا مكثفا، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر العلاج في الخارج. أكدت أن ريهام سعيد ليست مصابة بمرض في الجلد يؤدي إلى تساقطه كما قيل، موضحة أنه كلام كثير يتناقل عبر المواقع وهو من وحي خيال بعض الناس، وطالبت الجميع بعدم تأليف الأخبار ومراعاة أسرتها وأولادها والدعاء لها لتمر محنتها بسلام. قالت رانيا عمر: أرجو التماس العذر لي لعدم الرد على التليفون والرسائل، وأشكركم على اهتمامكم الشديد. للناس اللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجن، واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة وهي الآن بتخضع لعلاج مكثف، وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله لتتأكد من العلاج الصحيح، وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة. تصحيح لبعض البوستات الخاطئة: موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح، أو إنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير، والكلام ده من وحي خيال بعض الناس. من فضلكم بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة. يعني لما يكتب خبر وصية ريهام سعيد الأخيرة قبل وفاتها، الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأب وأخوات وولاد ممكن ينهاروا لما يقروا خبر زي ده، ولا هو سبق صحفي وطز في أي حاجة تانية؟ برجاء الدعاء لها بظهر القلب. اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. يا رب يجعل دعوات الناس من نصيبك ويشفيكي يا حبيبتي، أزمة وهتعدي إن شاء الله. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.